بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في المحاضرة الخامسة، وهي بعنوان أهم التيارات والمذاهب الفكرية والقومية. وأول هذه التيارات والمذاهب الفكرية والقومية في عصرنا الحديث عن الشيوعية والاشتراكية. الشيوعية والاشتراكية. ونبدأ إن شاء الله تعالى بالتعريف. فالشيوعية هي مذهب فكري يقوم على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء. وهذا المذهب يفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي. ظهرت هذه الفرقة في ألمانيا على يد ماركس وإنجلز، وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة 1917 ميلادية بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. إذن الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد، ولابد أن نعي هذا الأمر بداية أنه لا يقوم على مذهب سماوي، ولا ما يقوم على دين سماوي، وإنما يقوم على فكر إلحادي بعيد عن الدين، وأن المادة هي أساس كل شيء في هذا الكون، وأن ما يحدث في التاريخ هو صراع بين الطبقات، وكل ذلك نشأ بتخطيط من اليهود وتوسعت على حساب غيرها أيضا بالقتال والحديد والنار. وتضرر المسلمون من هذه الفرقة كثيرا، وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ. ولكن الشيوعية أصبحت الآن في ذمة التاريخ، لأنها فشلت وانتهت بعد أن تخلى عنها الاتحاد السوفيتي الذي تفكك بدوره إلى دول مستقلة. تخلت كلها عن الماركسية واعتبرتها نظرية غير قابلة للتطبيق. وقد فرق بعض العلماء بين الشيوعية والاشتراكية، فقالوا إن الشيوعية هي أيديولوجية اجتماعية وسياسية واقتصادية تهدف إلى تأسيس مجتمع ثوري اشتراكي خالي من الطبقات وبلا مال وعديم الجنسية، مبني على الملكية المشتركة، مبني على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. وهذه الحركة بتفسيراتها الماركسية اللينينية أثرت بشكل ملحوظ عبر التاريخ، عبر تاريخ القرن العشرين بصفة خاصة، الذي شهد تنافسا حادا بين العالم الاشتراكي وهو الدول الاشتراكية المحكومة من قبل أحزاب شيوعية، والعالم الرأسمالي وهي الدول حكومات الأسواق الاقتصادية والديمقراطية الليبرالية. وطبعا هذان العالمان ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهي هناك فرق كبير بين الفكر الاشتراكي والفكر الرأسمالي. وهذا الفكر طبعا بلغ ذروته في الحرب الباردة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. في النظرية الماركسية تعتبر الشيوعية مرحلة معينة من مراحل التطور التاريخي الذي يخرج حتما من تطور القنوات المنتجة التي تقود إلى غزارة في الثورة المادية التي تسمح للتوزيع المبني على الاحتياجات والعلاقات الاجتماعية التي تعتمد على حرية الأفراد. يختلف المعنى الدقيق للشيوعية، وغالبا ما يتم عن طريق الخطأ الخلط بينها وبين الاشتراكية في الخطاب السياسي. ولكن النظرية الماركسية تؤكد أن الاشتراكية ما هي إلا مرحلة انتقالية في الطريق إلى الشيوعية. لما ننتقل إلى التأسيس وأبرز الشخصيات في هذا الفكر الإلحادي، نذكر طبعا المؤسس بصفة خاصة، وهو كارل ماركس اليهودي الألماني المولود في 1818 ميلادية والمتوفى سنة 1883، وهو حفيد الحاخام اليهودي المعروف مردخاي ماركس. وكارل ماركس هذا كما قال عنه المؤرخون شخص قصير النظر، متقلب المزاج، حاقد على المجتمع، مادي النزعة، مادي النزعة. وطبعا هذه الملامح التي نحددها عن شخصيته من خلال الذين أرخوا لشخصيته تحدد ملامح فكره، وتحدد ما قاله بعد ذلك في مؤلفاته
التي كثرت وانتقلت إلى من بعده ممن تأثر بهذا الفكر. من أهم هذه المؤلفات كتاب البيان الشيوعي الذي صدر سنة 1848 ميلادي، وكتاب رأس المال ظهر سنة 1867، وساعده في التنظير لهذا المذهب فريدريك إنجلس، وهو طبعا صديق شخصي له لهذا المدعو كارل ماركس، وله أيضا مؤلفات منها أصل الأسرة ومنها الثنائية في الطبيعة. أيضا من ضمن الشخصيات التي ساهمت في انتشار هذا المذهب وعملت على إقامته لينين، واسمه الحقيقي فلاديمير أليتش بوليفانوف، وهو قائد الثورة البلشفية الدامية في روسيا سنة 1917 ودكتورها المرهوب، وهو له أيضا بعض الطباع التي تحدد فكره وملامح شخصيته، فهو قاسي القلب مستبد برأيه، حاقد على البشرية. ونلاحظ أن مسألة حاقد على البشرية مشترك بينهم جميعا، والفكر المادية هذه مشترك برضو جميع بينهم جميعا، التي جعلتهم يقولون بمسألة الاشتراكية في الأموال والاشتراكية في النساء وكل شيء ملك للدولة، وليس هناك أشياء للملك الخاص وإنما كل شيء ملك عام. هذا طبعا يعني كلام بعيد كل البعد عن المنطق وعن العقل وعن الدين، لأنه يجعل النساء والأموال والأولاد ملكية عامة للشعوب، فالبعض يستحل من الآخر ماله ودمه وعرضه. هذا كلام بعيد حتى عن الأديان السماوية غير الإسلام، فضلا طبعا عن الإسلام الذي حرم هذا الفكر وبين زيفه. فهذا الفكر أو هذا الرجل كما قال عنه المؤرخون كان حاقدا أيضا على البشرية. ولد سنة 1870 ميلادية ومات سنة 1924، وهناك دراسات تقول بأن لينين يهودي الأصل، وكان يحمل اسم اليهودي ثم بعد ذلك تسمى باسمه الروسي. ولينين هو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ، يعني المؤسس هو كارل ماركس، لكن لينين هذا يعني يعتبر انتقل من النظر إلى العملي، بدأ في مسألة التنفيذ العملي لهذا الأمر، وله كتب كثيرة وخطب ونشرات أهمها ما جمع فيما يسمى بمجموعة المؤلفات الكبرى، مجموعة المؤلفات الكبرى. ويأتي من بعده رجل يسمى بستالين، واسمه الحقيقي جوزيف ستالين، وهذا أيضا سكرتير الحزب الشيوعي ورئيسه بعد لينين. وهذا الرجل اشتهر بالقسوة والجبروت والطغيان والديكتاتورية وشدة الإصرار على رأيه، يعتمد في تصفية خصومه على القتل والنفي، كما أثبتت تصرفاته أنه مستعد للتضحية بالشعب كله في سبيل شخصه، وقد ناقشته زوجته مرة فقتله. يعني هذا الشخص الدامي الذي كان يعني لا يستنكف عن القتل والتعذيب والتشريد في مقابل انتشار فكره وزيوعه وشيوعه بين الناس وتأثيره في العامة والخاصة، استخدم أسلوبا يعتمد على القتل والتعذيب والتشريد لدرجة أن زوجته لم تسلم منه، فعندما ناقشته قام بقتلها. وقد كانت نهايته هو أيضا نهاية رعب، حيث قتل أو حيث مات ولم ينقذه أحد، لأنه كما يحكى عنه في بعض المؤلفات يقال أن هذا الرجل كان يحكم البلاد بالحديد والنار، وكان إذا كان في مكتبه يحدد مواعيد معينة لا يدخل عليه أحد فيها، فإذا دخل أحد في هذا الوقت قام بقتله، وليس بتأنيبه أو يعني درجة من درجات العقوبة، وإنما بقتله. وفي وقت ما جاءته أزمة قلبية في الوقت المحدد لعدم الدخول عليه، وبدأ يستنجد بالناس وينادي في الناس، لكن الناس سمعوا صوته خافتا فظنوا أنه اختبار فلم يدخلوا عليه. وبعدما انتهت هذه الفترة دخل عليه فوجدوه ميتا في مكتبه أو في المكان المخصص له، فإذا هو قتل الناس بالرعب، وفي النهاية أيضا قتل هو شخصيا بالرعب. ننتقل إلى الأفكار والمعتقدات. طبعا أهم الأفكار والمعتقدات، وهو يعني ما يهمنا في هذه الأفكار حتى نقف على مدى فكر هذه الفرقة الضالة، أولا تقوم على إنكار وجود الله تعالى وكل الغيبيات، والقول بأن المادة هي أساس كل شيء، وشعارهم نؤمن بثلاثة ماركس ولينين وستالين، ونكفر بثلاثة الله والدين والملكية الخاصة
عليهم من الله تعالى ما يستحقون. طبعا هذه الفرقة وهذا التيار لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى كثير كلام لإثبات كفرهم، فيكفي أنهم يعترفون ويقوم مذهبهم على الكفر بالله تبارك وتعالى، فليس هناك في معتقدهم وجود للإله الأعظم وليس هناك وجود للغيبيات. وبالطبيعي ما دام الأمر متعلقا بعدم وجود الخالق فكل ما عداه من الموجودات أو من الغيبيات أو مما جاء به التشريع ليس موجودا في فكرهم، وإنما هم يعترفون بالمادة فقط، المحسوس هو الموجود وغير المحسوس ليس بموجود. فهذا يعني كلام خطير وكلام يؤدي أو هو كلام كفر بالصريح وليس بالتلميح. وقولهم نؤمن بثلاثة ماركس ولينين وستالين ويكفرون بثلاثة الله والعياذ بالله والدين والملكية الخاصة. أيضا فسروا تاريخ البشرية بالصراع بين البرجوازية والبروليتارية اللي هي المقصود بها الرأسماليين والفقراء، الرأسماليين والفقراء يحاربون الأديان من ضمن معتقداتهم طبعا محاربة الأديان، ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب وخادما للرأسمالية والإمبريالية والاستغلال، مستثنين من ذلك اليهودية لأن اليهود شعب مظلوم يحتاج إلى دينه ليستعيد حقوقه المغتصبة. كلام لا أساس له من الصحة. فالدين عندهم هو المحارب بالدرجة الأولى، هم يحاربون الدين ولا يعترفون بوجود الدين أصلا، ويقولون أن الدين عبارة عن أفيون للشعوب أو وسيلة من وسائل التخدير التي يخدر بها الشعوب، والذي يقوم على هذا التخدير هو المستفيدون أو هم المستفيدون الرأسماليون الذين يريدون أن يعني يجمعوا العوام في ركابهم ويستغلونهم في جمع الأموال وفي يعني أن يكنزون هذه الأموال على حساب حقوق الفقراء من وجهة نظرهم، وهو الملكية الخاصة لأنهم ضد الملكية الخاصة ويرفضونها ويكفرون بها، وبالتالي فهم يرفضون كل ما يتعلق بهذا الأمر عدا اليهودية، لأن اليهود من وجهة نظرهم شعب مظلوم. هي هؤلاء يهود، يعني هؤلاء المؤسسين لهذا التيار هم يهود، وليس هذا بمستغرب عنهم أن يقولوا هذا الكلام، فيقولون بأن اليهودية شعب مظلوم وشعب مضطهد ويبحثون عن حقوق مغتصبة، والحقيقة أن الفكر اليهودي أصلا قائم على اغتصاب حق الغير وليس مغتصب منه شيء. أيضا يحاربون الملكية الفردية ويقولون بشيوعية الأموال وإلغاء الوراثة، شيء يعني يتنافى حتى مع الفطر السليمة قبل الإسلام وبعده، فهذا كلام لا يقول إلا معتوه. مسألة إلغاء الملكيات الخاصة وإلغاء التوريث وتكون الأموال شيوعية عامة للدولة كلام يعني لا يصدر إلا من فاقد العقل. أيضا تتركز اهتماماتهم بكل ما يتعلق بالمادة وأساليب الإنتاج، أيضا إن كل تغيير في العالم في نظرهم إنما هو نتيجة حتمية لتغير وسائل الإنتاج، وإن الفكر والحضارة والثقافة هي وليدة التطور الاقتصادي. يقولون بأن الأخلاق نسبية وهي انعكاس لإله الإنتاج، جعلوا للإنتاج إلها، وطبعا هو إله مادي من وجهة نظرهم اللي هو الإنتاج نفسه، والأخلاق بالنسبة لهم نسبية تختلف من شخص لشخص، يعني إذا فعل الإنسان فاحشة معينة وهو يراها أنها صواب أو يراها أو حسنة فهذه وجهة نظره ولا ينكر عليه أحد المفروض يعني من وجهة نظره، هذا كلام لا أساس له من الصحة ومختلف طبعا عن بقية الأديان فضلا عن الدين الإسلامي. وأنا أقول عن بقية الأديان يعني لبياني أن هذا الأمر مشيل للغاية، حتى الأديان الأخرى المحرفة لم تقل بهذا الكلام. يحكمون الشعوب بالحديد والنار ولا مجال لإعمال الفكر، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، هذا شأن كل الأفكار الإلحادية، الغاية عندهم تبرر الوسيلة أيا ما كانت هذه الوسيلة، سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة، من رشوة من قتل من سرقة من كذا أو كذا، كل ذلك مباح عندهم لأن هذه الغاية تبرر الوسيلة التي يسلكون إليها لهذه الغاية. يعتقدون بأنه لا آخرة ولا عقاب ولا ثواب في غير هذه الحياة الدنيا، طبعا إذا كان بداية معتقداتهم إنكار وجود الله تبارك وتعالى فليس بمستغرب أن ينكروا هذه الأمور المتعلقة بمشاهد الآخرة، فهي عندهم أمور غير حسية وغير مادية، وهم لا يؤمنون إلا بالمادي والحسي. يؤمنون بأزلية المادة وأن العوامل الاقتصادية هي المحرك الأول للأفراد والجماعات، ويقولون أيضا بديكتاتورية الطبقة العاملة
ويبشرون بالحكومة العالمية. تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف وتسعى لإثارة الحقد والضغينة بين العمال وأصحاب الأعمال. طبعا أيضا من ضمن هذه المعتقدات والمبادئ والأفكار الدولة هي الحزب والحزب هو الدولة، يعني كل شيء ملك للدولة أيا ما كان هذا الشيء، ملك خاص أو ملك عام، حتى ما يتعلق بالنساء فهو ملك عام أيضا للجميع. هذا يعني فكر منحرف أخلاقيا لا يعني يصل إلى درجة حتى الحيوانية. تكون المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية من 7 أشخاص كلهم يهود إلا واحدا فقط، فهذا يعكس مدى الارتباط بين الشيوعية واليهودية. تنكر الماركسية للروابط الأسرية وترى فيها دعامة المجتمع البرجوازي، وبالتالي لابد أن تحل محلها الفوضى الجنسية عياذا بالله تعالى. يعني هذا فكر ملحد قائم على الغوغائية والحيوانية والتعدي على حقوق الغير وإنكار وجود الحقائق الثابتة كوجود الله تبارك وتعالى ووجود الأمور الإيمانية العقدية كالغيبيات، فهم يسعون إلى تحقيق مآربهم بالفوضى وانتشار الرذيلة وانتشار الفواحش الجنسية وغير ذلك. لا يحجمون طبعا عن أي عمل مهما كانت بشاعته في سبيل غايتهم، وهي أن يصبح العالم شيوعيا تحت سيطرتهم. قال لينين أحد مؤسسي المذهب إن هلاك 3/4 العالم ليس بشيء، وإنما الشيء الهام هو أن يصبح الربع الباقي شيوعيا. يعني الغاية عندهم تبرر الوسيلة، حتى ولو اضطروا لقتل 3/4 العالم فهذا بالنسبة لهم يعني لا يؤثر، وإنما الهدف الرئيسي هو أن يجعلوا الربع الباقي أو يجعلوا من في الأرض شيوعيا بفكرهم الفاسد. هذه القاعدة طبعا طبقوها في روسيا أيام الثورة وبعدها، وكذلك في الصين وغيرها في بعض البلدان التي اكتسحها هؤلاء الهدامون. من ضمن ما يفعلونه هو ما يعتقدونه هدم المساجد وتحويلها إلى دور ترفيه ومراكز للحزب، ويمنعون المسلم إظهار شعائر الدين. أما اقتناء طبعا المصحف فهو جريمة يعاقب عليها حامله بالسجن لمدة سنة كاملة. كان توسعهم على حساب المسلمين، فكان أن احتلوا بلادهم وأفنوا شعوبهم وسرقوا ثرواتهم واعتدوا على حرمة دينهم ومقدساتهم، ويعتمدون على الغدر والخيانة والاغتيالات لإزاحة الخصوم ولو كانوا من أعضاء الحزب. طبعا هذه الأفكار وهذه الأعمال لو نظرنا وتدبرنا سنجد أن هذه الأفكار كلها نابعة مما يفعله اليهود أو الصهيونية العالمية في عالمنا هذا، فهم لا يتورعون عن الغدر والخيانة والقتل والتشريد والتعذيب والرشوة وممارسة الرذائل وغير ذلك، وكلها طبعا في تحقيق وسيلة لتحقيق مآربهم وتحقيق غايتهم في إذلال العالم وإحكام قبضتهم على العالم كله، سواء كان من حيث الثروات والاقتصادية أو من حيث الأمور السياسية أو غير ذلك. الجذور الفكرية لهذه العقائد والأفكار طبعا لم تستطع الشيوعية إخفاء تواطؤها مع اليهود وعملها لتحقيق أهدافهم، فقد صدر منذ الأسبوع الأول للثورة قرار ذو شقين بحق اليهود. يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب على القانون، يعني ما ينفعش يبقى في عقاب في مخالفة أو عداء لليهود، وإنما الموافقة التامة. وهذا طبعا يبين الارتباط الوثيق أو يبين حقيقة أن هذا الفكر هو نابع من اليهودية. أيضا الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين، ويعني هذا ما حدث بعد ذلك في سنة 1948 عندما أعلنت الدولة اليهودية على الأراضي المقدسة في القدس الشريفة في فلسطين العربية. يصرح ماركس بأنه اتصل بفيلسوف الصهيونية وواضع أساسي النظري وهو موشي هيس أستاذ هيرتزل الزعيم الصهيوني الشهير. جد ماركس طبعا هو الحاخام اليهودي كما بينا سابقا، وهو مشهور في الأوساط اليهودية بمردخاي ماركس. تأثرت الماركسية إضافة إلى الفكر اليهودي بجملة من الأفكار والنظرات الإلحادية، منها مدرسة هيجل العقلية المثالية وغيرها من المدارس اليهودية الكثيرة كمدرسة كونت ومدرسة فيرباخ ومدرسة باكونين صاحب المذهب الفوضوي المتخبط. أما بالنسبة لوجود هذه التيار أو هذا التيار في العالم فله بعض الأمور التي انتشر في بعض الأماكن التي انتشر فيها ومواقع نفوذها. حكمت الشيوعية عدة دول منها الاتحاد السوفيتي طبعا هو الأساس،
الصين، تشيكوسلوفاكيا، والمجر، وبلغاريا، وبولندا، وألمانيا الشرقية، ورومانيا، ويوغوسلافيا، وألبانيا، وكوبا. لكن تركيزنا طبعا بيبقى على الاتحاد السوفيتي لأنه أشهر الأماكن التي انتشر فيها هذا الفكر وهذا التيار. معلوم أن دخول الشيوعية إلى هذه الدول كان بالقوة والتسلط الاستعماري، ولذلك فإن جل شعوب هذه الدول أصبحت تتململ بعد أن عرفت الشيوعية على حقيقتها وأنها ليست الفردوس كما صور لها قبل ذلك، وبالتالي بدأت الانتفاضات والثورات تظهر هنا وهناك كما حدث في بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا. أما العالم الإسلامي فقد استفاد الشيوعيون من جهل بعض الحكام وحرصهم على تدعيم كراسيهم ولو على حساب الدين، إذ اكتسحت الشيوعية أفغانستان وشردت شعبها المسلم كما تحكمت في بعض الدول الإسلامية الأخرى بواسطة عملاء لها. تقوم الدول الشيوعية بتوزيع ملايين الكتيبات والنشرات مجانا في كافة أنحاء العالم التي تدعو إلى هذا المذهب. أسست الشيوعية أحزابا لها في كل الدول العربية والإسلامية تقريبا، فنجد لها أحزابا في مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين والأردن وتونس وغيرها من بلدان الإسلام. أيضا يؤمنون بالأممية ويسعون لتحقيق حلمهم بالحكومة العالمية التي يبشرون بها. ثم بعد ذلك انهارت الشيوعية في معاقلها بعد قرابة 70 عاما من قيام الحكم الشيوعي، وبعد 40 عاما من تطبيق أفكارها في أوروبا الشرقية. وأعلن كبار المسؤولين في الاتحاد السوفيتي قبل تفكك أن الكثير من المبادئ الماركسية لم تعد صالحة للبقاء، وليس بمقدورها أن تواجه مشاكل ومتطلبات العصر، الأمر الذي تسبب في تخلف البلدان التي تطبق هذا النظام على مثالاتها الرسمية. وبهكذا يتراجع دعاة الفكر المادي الشيوعي عن تطبيقه إلى عدم واقعيته وتخلفه عن متابعة التطور الصناعي والعلمي وتسببه في تدهور الوضع الاقتصادي وهدم العلاقات الاجتماعية. اقتنع الجميع بأنها نظرية فاسدة يستحيل تطبيقها، حيث تحمل في ذاتها بذور فنائها، وقد ظهر لمن مارسوها عدم واقعيتها وعدم إمكانية تطبيقها. ومن أكبر ناقدي الماركسية من الماركسيين أنفسهم الفيلسوف الأمريكي آريخ بوزوم في كتابه المجتمع المسلم، وتبين أيضا بعد انهيارها أنها لم تفلح في القضاء على القوميات المتنافرة، بل زادتها اشتعالا ولم تسمح بقدر ولو حتى ضئيل من الحرية، بل عمدت دائما على سياسة الظلم والقمع والنفي والقتل، وحولت أتباعها إلى قطيع من البشر. وهكذا باءت جميع نبوءات كارل ماركس بالفشل، وأصبح مصير النظرية إلى مذبلة التاريخ. وثم انتهى الأمر بتفكك الاتحاد السوفيتي ذاته، وأصبح اسمه مجرد أثر في تاريخ المذاهب الهدام. طبعا من خلال ما تقدم كله من ذكر هذه المبادئ والمعتقدات والأفكار وبعض الملامح الشخصية عن حياة المؤسسين لهذا التيار، يتضح لنا أن الشيوعية مذهب إلحادي يعتبر أن الإنسان جاء إلى هذه الحياة بمحض المصادفة وليس لوجود غاية، وبذلك تصبح الحياة عبثا لا طائل تحته، ويحرم معتنقها من سكينة النفس ونعيم الروح. ومن ثم فلا يمكن أن يجتمع الإسلام والماركسية في قلب رجل واحد، لأنهما أمران متناقضان كل التناقض في العقيدة والفكر والمنهج والسلوك. هذا، ونسأل الله تعالى أن يقينا شر هذه الأفكار الإلحادية وأن يثبتنا على دينه القويم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.